هديه هديه ده على مين؟ هتقولي مع أصالة صح؟ قال التفاح. لا يا حبيبي احنا هنغني أصالة. يا حنان حياتي قلتي لي تفاحة مش جل تفاح جايبك تاكلي. بدي لي تفاح داني صغار ايه و30 حبة كاجو. لا ده عين جمل مش كاجو ده. عين جمل. هذا من لبنان بيقولوا دماغ. شو غنية معك يا؟ ثانك يو. سنة جسمي. حلو حلو عن سمايا ده حبيبي من نهاية مهما قلت وعدت وزدت وشو. زوزة. المهم كذا لو حافظة. زوزة. بتحبها؟ زوزة. ليه؟ كتبتها. يعني. ما عندي مشكلة فيها. بس صاحبي عينيها بتفر مية حسيت فيها كذا فيها شطحة نمرة فيها شطحة نمرة توب فايف انت هذا اللي هذا اللي ايه توب فايف بعدين اسبوع ثاني تخيل ما عندك اعتدال يا بتربح يا انت عندك اغنيه انت حاولت مش ديو يعني بس كل واحد مقطع شوف النومينيه شوف خلاص شو رايك بالنومينيه يا خالد سكينه انا مرتضى اه طبعا الحمد لله تيجي انا نستعمل معاه دي مثلا لا قلت له عارف خلاص انا بدي عندي من احبل عباس ايهاب بغنوا سوا دينا مين بدا عملوا صبر واصاله من كم سنه انتوا مع بعض بس مدلي بسبيكر يا اخي مدلي انت ارتحت روحي فيه وعرفت طعم الدنيا دي مشيت خلاص وما قلت انا بعد ما ارتاحت روحي بس المشكلة ان بس اذا غنى ارتاحاتهم مختلفة لا ما هي بتقلب تكسر بعد ما ارتاحت روحي لي تعال شو بيعملوا اسمع 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 بتسعى منين بدي بلش هو تيرانا 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 يعني تيرانا تيرانا بس اذا غنينا لازم نمكه وتابع مع صعد كيف غنوا مرتضى كيف غنوا مرتضى ونسيم تابع تغني حلو جامد غني جد هو ده بيأثر عليك والله العظيم تابي هقولهم هتغنوا ايه يا حلوين شوف عشان انا لسه عشان لسه عامل اصلا لسه عامل ديل مع نيزم نسيم بكره ان احنا بلغ ان انا وهايدي وهو يغني معاك يا حبيبي مفيش ولا ديل انا هغني علي جاره انا وهايدي عشان في يا رب يا رب يحصل تدخل خارجي يا رب ويقول لك مش هتغنيها يا رب يا سمعنا يا تنشوف مين بتطلع معاه احلى يلا تحدوا بعض هو احلى تحدوا بعض يا حبيبي هو احلى حافظها من كام سنه عيل عيل بص عيل اتضرب بالنار قال لك اصل اللي مالفه اسمه بيرم التونسي ومغنيها تونسيه فانا لازم انا اللي اغنيها يعني مالفه تونسي اسمه بيرم التونسي في تونس في الحكايه قال لك بقى واللي مغنيتها مين بس اللي منحناها مصر عليا اللي منحناها مصر عليا التونسيه يعني فطبيعي ان ايه في اغنيه في اغنيه من غير لحن لا ما بتمشيش وفي اغنيه من غير فنان طب لو مصري في اغنيه من غير فنان لا ممكن اي فنان يغنيها لا بس هو مين مغنيها اغنيه مين عليا المصريه المصري اغنيه التونسيه مكبر انا غنيتك انا عندك نفسك من بكره اللي ينام بالضاع والله شوف المطبخ والله انا حاسس عليه ماني ماني مزاجي والله شوف الدايت اليوم عامله ازاي لا والله بس عشو ما بس اني حدك يعني وبيانو ورده وعارف بس بس لما ما ادري ما ادري ما ادري انا قاعد بس احسبها في راسي بس انت عارف انه توب فايف بعدين والله لا باب نومينيه هذه بالنسبه مين قال انك نومينيه ممكن انا اكون يمكن ما حدا اكيد مش انت احس ان هم سلطوا على رجليه وايديا هو منتشر لا يقعد على صوابع ايدي لا يدوس على رجلي دلوقتي انت ما خايفاش انا توحش الله الله حلوه عيدة مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية نسيم علي جرب اطلع اسمع الاغنية شيلك واحدة 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 اه يلا هايدي اسمع الاغنية هايدي يا هايدي
يلا يا هايدي تعالى نسمع الاغنيه كلها عشان لو حصل الامور امورا بسمعتها معاكم برضه. نسيم انت ما قلت هايدي هايدي بما انك طبعا بتحب نسيم انا عارف بس انت تختاري تغني مع مين انا ولا نسيم؟ لا لا ما بحبش المقارنات دي بس انا احب احس بالدفى ولا يعني غني تغني مع انا كده احس بالدفى تغني مع ابن بلدك تغني مع ابن بلدك ولا مع نسيم؟ ما تخافيش على الاحتواء هحتويك كل الوقت تغني مع ابن بلدك ولا مع نسيم؟ يا نسيم يا نسيم انت بتعمل ايه؟ انت شايف ايه تغني مع ابن بلدك ولا مع نسيم؟ يعني ابن بلدك ممكن تغني معاه لما ترجع غني مع بلدي ما تتأثريش ما تعصبنيش تحبيها الغنية؟ مع ابن بلدك ولا مع نسيم؟ انا بعتذر يا نسيم ولكن مش كتبتها انا بقولك انت يس يا حبيبتي الا جبت شيرين انت انا مش كاتبه شيرين مش كاتبه آلي هما جربوا معايا عندك اغاني من عندهم في المعجم لما تيجي من اليونان وانا احكي لك على اللي جاري قعدت في روسيا واليونان حلوين مع بعض اتعصبت عصبني هو نرفزني لانه عايز بحب ابن عباس ياي انت فاكر ان دي اول حاجه انت سمعتها مني اصلا؟ اصل اول حاجه سمعناها كلنا من عباسي يا حبيبي يا حبيبي نطلع نطلع كلنا كنترول يلا واو 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 متغربين يا عسل علي جرى يا عسل علي جرى عايز صبر نعم يا عسل بس طب ما تيجي والله مكمل رحت فيه انا يا علي واو يا رخي انا رحت فيه بس بعد نهار جمعه يصير في غير حديث وانت دايم تبغى تنزل شنطتك وكذا خلاص خلص شو عملت اكيد المره دي اطلع دلوقتي اعملها عشان ما تحسبش بقى يوم انزل على طول انا حاسس غنيد ملحم بركات هتكسر الدنيا لا حاسس غنيد ملحم بركات تحدي الي يس لانه قال لك هادي انه صوتك بيلحم 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 ملح حل حل بيلحق بيلحق ملح في الأنبوب قال لي جرى قال لي جرى